بلشنا فيه فقرة مشوار لليوم مع هالسفار مهضوم يلي بيعطينا كل أجواء العيد، وأكيد يعني ما بتكمل فرحة العيد بلا هيك أخفع الصوت وقعة طيبة بلا سفرة بلا بدنا نولع بلبنان يعني وهيك ومش دسم أبداً. في احلى منه طلع شو حلو عن جد. هلا صار الساعه 12 صار لي زمان ما شفتك. ليك شو حلو شو مهضوم هيدا قبل ما نفوت بالريبورتاج تبعنا تخبرك احنا شو اليوم كثير مهضوم. في اليوم عشيه سوق الاكل كريسمس اديشن يلي هو كريسمس ان اكشن، فهيدا البرجر جايبه معي من هيدا الايفنت اللي ما لازم يتروح لانه عن جد عم بيكتب التاريخ. فهيدا البرجر يلي عمله محل اسمه فردينا عنده فيه لحمه فيه بري كرامبريز توت بعتقد تفاح مقصقص وملفوف مخلل وبالاخر بسموه ساور كراوت بحطوه بالهوت دوغ بالساسجز بالمانيا اللي هو ملفوف مخلل بخبزه بريوشي. كثير حبيت كريسمس اديشن كثير حلوه الفكره انطوني انه ستريت فود بس كريسمس اديشن يعني قديف رح يكون في اشياء سبيسيال ومهضومه وبتعطينا حتى بالنكهه فينا نحس بعيد الميلاد. هيدا الايفنت فيه اكثر 120 ستاند بمر مخيل بالترين ستيشن او محل ما بصفوا الاوتوبيسات تبع الدوله. في 50 ستاند اكل بس تخيل في 50 ستاند اكل بيناتهم هول الاختراعات رح تشوفون بعد شوي بعد الريبورتاج في سيربريز كمان وفي 80 ستاند شوبينج فلازم واحد ينزل كتير في الشيء بتاع اوكي اليوم طب. ريبورتاجنا انا بدك تاكلي مش حرام انه هيك تعمل فيها هالشيء هلا اكيد مش رح اقدر اكدش بس انه هيك جيست كله برنسيب يعني تفضل يلا 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 لانه في صوره رح تنزل على انستغرام نو جارليك نو اونينز بتخوف. طلعوا الالوان طلعوا الالوان وقديش فيه لايرز بتعقد. فهذا هو البرجر. قبل ما بلش اتسلب البرجر ما اقدر بقى احكي أوكي. رح اروح على الريبورتاج تبعنا على بيروت لقطك اللقطه. هيدا الريبورتاج تصور على ثلاث مراحل تنبرم على المحلات القديمه او بنسميهم ستريت فود ان بيروت. وانتم عم تسلوا الريبورتاج وعم بتجوعوا انا رح اكون عم باكل يلا. بعتقد هلا عرفتوا شو عم نعمل. مرحبا، اليوم رجعنا على بيروت ومش حيلا بيروت، على الشوارع القديمة، محل ما في كاك، في فول، في ساندويشات، المحلات المشهورة بس اللي صار لها كثير زمان يلي أهل المنطقة بيعرفوها. نهارنا طويل، خلينا نبلش سوا. مكان حلو وبليش. محل كعك كثير قديم. كم سنة صار له؟ 60 سنة. 60 سنة. كعكي صحني أرجع إذا القطر كلنا شايفين كعك كلنا أكلين كعك أكتر على الطريق بس ما بعتقد كثير منا عنده الشانس اللي يخدها هالقد سخنة هي وعم تقل إيش أح أكلت معي كعكي؟ أكلت كعكي أكلت اليوم أي ساعة بتفتح؟ كل يوم أي ساعة بتبلش؟ أنا ببلش هلا بضل فاتح على عشية وبضل أحسن بالبهيج معروفة بيرصدوها من محل مكان واللي بياكل منها أول مرة بده يجي تاني ياه. يلا أعطيكم العافية. ليه مشهورين هالقد؟ شو السر؟ ما بدك تدوق بتعرف من دوق بنعرف. يلا شو بدك شو عندكم؟ في ني او لا ني خبزي في فعاد في سودا في بيت غنم وبيت خورنا والفول والفتي وهيك والله صار زين. لكن بدنا ندوق من كل شيء؟ والله بنعمل لنا تشكيله ايه لكن اخر مره سي ان ان حكى عن الترويقه بالعالم السوسي عنا ببيروت طلع بواحد من العشره اهم 10 ترويقات بالعالم. معقول احنا بلبنان ما نجي ندوقه؟ بعد لهلا ما دقت شيء. الاكل صار على الطاوله بشوفه عم بحضرهم عم بيعيشهم بالزيت شغله غير شكل. صار له اكثر من 40 سنه هون. خلينا ناكل. ركز لنا على الفول صح
صح. هم مرحلة الرويقة الحمد لله فهمنا اللعبة كلها سوا. بيروت يا بيروت كعك خضرة فواكه من جميعهم. محل كنافة بنص شارع مارلياس. هات ناكل كنافة. لكن تطلع اللعبة بسرعة. الله قد ايش صاركم تعملوا كنافة هون؟ نحن محلنا بالمعرض اساسا من كم سنة؟ من 30 سنة صرنا من اول الحرب لهلا. بس الاساس بالمعرض على البرلمان. لكن هيدي كنافة بجبنة دايبة. هيدي كنافة بجبنة الاصلية. تاني تعرفنا على محمود مهضوم بشكل، وغير انه هيك الكنافة تبعهم كثير طيبة، جبنة دايبة. بيروت ترويقة فول كنافة. شو هالنهار العظيم. وقفنا هلا على قهوة إلى تاريخ، قهوة على البحر على المنارة، جمعت كتير ناس من مشاهير لفنانين وناس بيجوا من كل لبنان. قهوة لبنانية. مرحبا. اهلا وسهلا. دلون عليك انه انت من اقدم الفلافل بالبلد. حبيبي اهلا وسهلا. بقدونس، نعنع، بندوره وفجر. هيدا صعب الفلافل. بيعمل شاورما على الفحم يلي نحن بنعرفها شاورما بالطول، صارت بالعرض والدهن تبعها كله بينزل مع طعم الفحم بالاخر. هيدا فرانسيسكو. شو فيه؟ شو بتحطه بقلبه؟ جبنه مايونيز وخس صويا. أكيد جيش. كل شيء فيه جيش. دلون على محل عنده جيش كتير طيب. فرانسيسكو قلعة تشيكن مع باين أبل وشاورما الجيش. بعد بخلصنا. أكيدكم كتير على حنا متري. شوية ناس تعرفها ببوزة السلام وأكيد ريكومندد. هالمرة رح ندوقها سوا. نهار مرعوم. هيدا مشكل. عشان هيك بنقصكم. كثير طيبين. ميرسي. نحن عنا نسكافيه ببلادنا، بتركيا كان عندهم السحلب. حليب السحلب القرفة. بعدين الترويقة بتهدى الغدا. مرحبا.
مرحبا. بيروت كلها بتحكي عن كعكة كنافة نمر الوادي. هلا فهمت جبنا لهون. ليش خفيف السكر فيها خفيف؟ حمص عند ابو حسن اللي كل بيروت بتحكي فيه. وين كافيين؟ بعتقد الكل بيعرف ببيروت على الكورنيش في محل درايف ثرو، في واحد ياخذ نسكافيه بيعملوهم مع النسله فرعوا على البحر يشربوا. بدك تقطع لي اياهم تنقدر نسوق. بيعرف ابو عفيف. صحيح. ابو عفيف مين؟ ابو عفيف محسوبك شخصيا. قد ايه صار المحل هون؟ صار له المحل هون من 82. وقد ايه صار لك انت بتشتغل؟ انا صار لي هون من 88 27 سنه. وعندنا صنشات كثير طيبه كل يومي بتاكل عنا، فيك تسال يعني. وعندنا مشهورين بالفرانسيسكو تشاينيز، ابو عفيف لحمه، ابو عفيف دجاج وسبايسي تشيكن، غير انه كل شيء طيب. طيب اكيد. بس اليوم ما فينا ندور؟ اليوم السبت نعمل بس مشاوي. لحمه طوق وكبده. يلا ندوق ثلاثة. يلا لو نهار السبت نحن عاملين اوفر على المشاوي. عن جد خفيت على المزيك. بينش ما لحقنا نضب الصحن. كنت اول ما نبلش قلت لي ما راح اكل برجر وعلى بكره وبش بش كان بعدني عم مسح تمي يعني. انا خليتها تترك لقمه بس انه نترك محل البوظه. مش انا اكلت هيدا انت ما تعاين. انا راح صاحبي. ما بقي شيء ما بقي شيء. قديش كان مهم البرجر؟ كثير كثير قوي. قد ايه بعد في اشياء اهم؟ على كل حال المشاهدين عم بيشهدوا يعني التليفون ما هدي رح كمان محضر لنا شيء كثير قوي هون. حضر لك اليوم سربريز كثير حلوه. رح ناخذ وقفه وبنرجع بناكل هالديسير الطيب. هيدلاينز رجعنا لفقرة مشوار وستريت فود ان بيروت كريسمس اديشن. حلوة كتير كريسمس اديشن. اكيد كل المعلومات بـ No Garlic No Onions الويب سايت فيسبوك انستغرام وكل السوشيال ميديا يلي عندك اياها انطونير حيل. صح. تفضل لو سمحت. الكريسمس ان اكشن ايفنت اليوم بمار مخيل بالباستيشن مثل ما قلنا جبت لك شوية اكل الاشياء اللي الناس فيها تنزل تاكلها. البرجر يلي كتير انبسطنا احنا فيه بستاند اسمه ميتس اند بريد. وهلا البوبسيكلز ميتس اند بريد لكل اللي سالوني هلا ميتس اند بريد. هيدا البرجر اللي بشهي كثير كثير يلي اكلته انا نصه نصه. شو البوبسيكلز؟ بتتذكروا البوبسيكلز او البوزه على الثلج يلي كنا ناكلها احنا وصغار 250 ليره؟ هلا صار في منها فيرسيون اب سكيل، صار في نوتيلا، صار في شوكولا. ان شاء الله الاولاد ما يكونوا عم يحضروا. صار في فروت، صار في كثير اشياء مهضومه عم تشوفوا الوانهم بطعمه ناتشورال. في منهم للرجيم مثلا المانجو فيها بس 30 كالوري بس. فهلا رح تدوقي بما انه انا عم بعمل رجيم. بديك يعني تدوقي بديك تدوقي وحده اللي هي كثير طيبه كمان شوكليت مع اوريو. بلشي بهيدي بهالوقت تنطريني بالاذن منك مش جاي على الغدا اليوم. رح احضر لك كمله مع انطري. رح احضر لك سبيشل اديشن هيدي شوكليت. ليش عم تعمل فيها؟ رح احط مع شويه ليكور ويب كريم وشوكليت بوكس. ولانه سوري لازم صورها فراح صورها وبرجع. انطيب بدي اقول شيء. تفضلي. مش مسموح هيدا الشيء. شو ضايب.
كمل هون لحظه شوي شو باكل هلا فسر لي تقلك المزبوط ان هيدا عم بتدوب بنبلش هون ماشي بس انا مش كثير بحب الكريم لازم تحطيها بقلبها شفتي كيف بلش تدوب من تحت وقديش الشقفه اللي فتحت ثانيه زار وحده لإلي كمان اظن انت كثير مهضوم ميرسي طلع عن جد اول ما تحطيها بالليكور بتدوب شوي بدي كلينكس بليز تي طيبين كويك عندك طعم الشوكولا بالاول ايه انه بكريسماس وبالايس كريم اخر شيء نعمل لك وحده بعد ألز هيدي ليتشي ايس كريم نعمل تنفرد مره هيدا ليتشي ايس كريم رح نحط معها شامبين سباركلينج واين سباركلينج اوكي شو وبعدين قديه سهنين انطوني وبيعملوا كتير ديكور حلو طعمه حلوه وافكار جديده على سفره عيد الميلاد ما هيك؟ اكيد هلا هول كلهم اليوم تقلك المظبوط ما كتير السفره اللي عبالي الناس تفكر فيها هي اكثر انه يلاقونا اليوم عشيه ان كل هول موجودين كمان حتى الديسير اليوم موجود شو واحد ينطر لنوال وبينعمل دغري اون نوال بلش امبارح ببيروت ساعه ضو الشجره نوال بلش امبارح بالمعارض عنا شهر واليوم عنا كل يوم عنا ديكور كل يوم ديكور بعقد شجره روعه بير نوال هلا طلبت منه كم مثل كانه شجره تيتا قديه حلو الموضوع لازم تاكلي انا عم بحكي اوكي ونوال هسا الشهر بلبنان كثير حلو عن جد كلنا خلينا نعيشه خلينا نظهر خلينا نشتري خلينا نبسط خلينا نضحك حتى ضحك على وجهنا خلص نفكر دراما ما في دراما لبنان روعه ميرسي انطوني دوري خبرينا ما بقى عندي شيء اقوله انا بدي كمل اكل رح ناخذ وقفه سريعه بكمل الاكلات وبلاقيكم بعد ثواني